مين انت؟ قول. موبايل شهير شو عم يعمل بايدك؟ لك مين انت؟ شوفي شوفي وينه شهير ومين هذا اللي اخذ موبايله؟ وين شهير؟ خليني احكي معه. انت اللي سرقت موبايله اللي وينه؟ احسن لك ها؟ احسن ما لقيك بطريقتي. استاذ انا انت شو؟ جاوبني وينه شهير؟ اعطيني اياه والا ما رح خليك عايش لحظه واحده يا حقير. لا سرقت شو انا؟ لا ما سرقت شي، انا بس لقيت الموبايل هاد على الارض جمجسته. ولك شو عم تحكي انت؟ ولا كيف تتجرأ تاخذ موبايله؟ انت سرقت الموبايل، اكيد سرقت الموبايل. اسمعني منيح. الو الو، جعفر ايه شو صار؟ ابني ليش ما عم تحكي؟ شوفي شو قال لك، وينه شهير؟ صاير شي لشهير؟ شبك ليش ساكت؟ لا تخاف، شهير مانو بخطر، بس انسرق موبايله، اكيد انسرق موبايله منه، رايح لشوفه. انتي ضلي مع امي، شهير منيح. ايه سيدي ماشي، ايه ولا يهمك. ساجد. نعم سيدي. اسمعني ساجد، جهز العناصر لازم نطلع، صايرة قصة كبيرة وبطريقك بعت لي المحقق على غرفتي. حاضر. أولاد الأغنياء بينبسطوا بالليل، أما نحن يا حسرة بدنا نقضي كل نهارنا قاعدين عم نحل مشاكلهم. معلم خير؟ ليش متوتر؟ هدي حالك شوي، أكيد هلأ بيكون بخير، يعني بيكون مضيع موبايله. حتى لو ضيعه هو معه موبايل تاني، في يحكي معي منه. لك بعد هيك؟ اسمع معلم، جربت حكي أنا على رقمه التاني بس كان خطه مغلق، ما حدا عم يرد، مسكر موبايله لسه. شو صاير معه؟ وين روح؟ معلم عيمينك من هون. شو هالغبي؟ ليش ما نزلتي؟ عزيز عم يستناكي على الفطور. شو مو رايحة على الشغل؟ ما صار له شي، أنا خايفة كتير. لا تخافي، إن شاء الله بيكون منيح وما بصر له شي. ما عم أقدر فكر بشي هلأ أبدا، ما عم يغيب عن بالي ولا لحظة، كل شي صار اليوم بسببي أنا، كان لازم أتصرف لما تقابل. حاولي تهدي حالك شوي، أنا ما خبرت عزيز عن اللي صار، لأنه إذا عرف رح يعمل لنا مشكلة كبيرة وقتها. هو ضد وظيفتك من البداية وهلأ رح يجن. ردي اختي واسألي عنه.
بلكي في أخبار جديدة، وإذا صار شيء للشاب فهذا بيكون بسببكن أنتو. ألو زيان؟ زيان أنا خايفة كتير، ما قدرت نعم أبدا، ما عم يروح من بالي أبدا. حياة، حياة اسمعيني، أنا هون ورح ضل جنبك على طول ماشي؟ ليكي روحي على المكتب هلأ، جاي بشوفك هنيك. طيب ماشي. لساته عم يتنفس؟ لا، الشاب مات. وينه؟ وينه أخي شاير؟ جعفر، أخوك كان وضعه سيء كتير. سكوت، لا بقى تحكي لسه ولا كلمة. ما بدي اسمع شي منك. بدي أخي عايش وما بدي أخسره. بدي أخي. حبيبي رد علي، كان لازم تحكي لي مين هن أعداءك لمرة واحدة. أستاذ، ما مات من الأول، كانوا بيقدروا يعالجوه لو حدا شايفه ونقلوا على المشفى بوقت الحادث فورا، كان ممكن إنه يعيش، ورح نشرحه لنعرف سبب الوفاة. ما حدا بيمد إيده عليه. اسمعني، ما رح اسمح لحدا يشرح جثة أخي، ما رح اسمح بهالشي يا مسعود. بس أستاذ، هذا ما نو حادث أبدا، في حدا قتله لأخوه.